السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك. اليوم حاب أجرب لكم لعبة سونيك الجديدة، سونيك فرونتير. طبعا هذه اللي بتكون عالم مفتوح، والمفروض أنها تجربة فريدة من نوعها، مختلفة في عالم سونيك مثل ما تعودنا. فراح أخذكم في تجربة في العالم المفتوح، ونسوي مهام ونشوف طريقة اللعب بشكل عام. هذا المقطع بيفيدكم وتشوفون أسلوب اللعبة يناسبكم أو لا، وتاخذون فكرة عنها بشكل عام. فأتمنى يعجبكم، والأهم تستفيدون منه، ولا تنسون اللايك والنشر. والحين خلونا نبدأ مع سونيك الجديدة. اوكي شباب، نبدا حاليا في التجربه. مثل ما انتم شايفين سونيك في العالم المفتوح. طبعا لعبت شوي بس، حاولت افهم اسلوب اللعب وبعض الافكار اللي فيها، لكن الحين راح ننطلق في هذا العالم ونستكشف مع بعض ونشوف شنو اسلوب اللعب وشنو تقدم بالضبط. طبعا اللي لاحظته ان اللعبه فيها حريه انك تروح وين ما تبي، فيها مهام تسويها رئيسيه وبعضها جانبيه وبعضها مفاجات وبعضها اشياء غريبه صراحه. للحين صراحه ما ادري اللعبه شنو تبي بالضبط، او فكرتها العامة وشلون يعني تمشي على القصة وهذه الأمور. لكن بما أن في علامات مبينة في كل شيء مثل ما انتم شايفين، راح نحاول نتوجه لبعضهم وننجز واحدة من المهام اللي مكتوب فوق Get the Chaos Emerald. أوكي، اللي هي الجوهرة أو شيء. فحاليا بس بوريكم الجرافيك، تشوفون الحين طلع لي شيء هني داخل، فنرجع نضغط مربع. شوف أحيانا من أنت ماشي توصل لأماكن غريبة جاهزة للقفز. عندنا هنا طبعا البلاتفورم، الفلوس، الصوت الرينج طبعا الاصلي صوتهم، وهني بعض الاشياء اللي متعودين عليها مثل سونيك. تضغط مربع 1 2 3. عجبني صراحه الاماكن اللي فيها والاجواء بشكل عام، ويعني الجرافيكس حلو. ما توقعت انها صراحه بهالجمال، توقعت انها أسوأ بكثير من اللي يعني كنت اشوفها في العروض. فمثل ما ذكرت ان اللعبه الحين في عندك حريه كبيره. حاول نضغط بس بوست السرعه ونحاول ان نخلص هذه الاماكن. مثلا ننزل هني ونشوف شنو يمكن ناخذه. اوكي، الرينجز طبعا نسميهم فلوس من قبل، ما ادري انتم تسمونهم بالضبط. نسميهم فلوس. اوكي، لما نوصل هني المفروض نقفز شوي عشان ناخذ اللي هني. طيب حاليا بحاول استكشف العالم. قتلت لي زعيم، يا ريتني صورته لكم بس للاسف ما سجلت. بس نرجع للمكان الاول هني. هذه الشعلات شبيته عشان افتح هذه البوابه. تشوفون الباب هذا كان مغلق. اللي مو عاجبني الموشن بلور لما يصير فيه سرعه، تشوفون الافكت هذا يخلي الصوره مش واضحه. يعني جرافيكيا اللعبه لا باس فيها، اول ما شغلتها كانت على 30 فريم نيتف 4K. ما عجبني صراحه، بطيئه حسيتها، خاصه انها لعبه سونيك لازم انها تكون سريعه تستمتع في سرعه سونيك نفسها. فحولتها على البيرفورمانس مود، اعطتني الاطارات السريعه مثل ما انتم شايفين. اكيد الجرافيكس قل شوي. اوه يا اكثر الاماكن السريه اللي صارت معي بهالشكل، يعني بالغلط ادخل فيهم، فشي حلو. كمل لحظة، ناخذ هذه بعدين نقفز على هذه. هي اوتوماتيك راح توريك توديك للنكست جمب. الله، شوف 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 شوف، يا سلام. فتح العام. طبعا هذا الحين الاشرار تشوفون هذا اللي شكله روبوت عملاق، وهناك في اشياء كثيرة لازم نستكشفها. طيب نشوف هذه الحين، اتوقع هذه مرحلة. احيانا تدخل في مراحل، على فكرة مراحل سونيك المعتادة، يعني كان اللي لاعبينهم من قبل. بحاول اوريكم. اوكي، فتحنا الحين المفتاح فولت كيز. اوكي، فيها مشاهد سينمائيه بس مش بالمستوى يعني المطلوب، توقعت افضل من هالشكل. حتى جرافيك سونيك يعني حرام، نكست جنريشن ما في فرو، ما في شعر، تحس من جيل سابق. ما علينا. اوه، هذا مفتاح العالم، تشوفون الالات. راح نهاجم هالاليه الكبيره هذه بعدين نكمل. يعني بيعطيك نظرة على العالم المفتوح مثل ما انتم شايفين. اوكي، ما علينا. طيب، اوه تروفي، شكرا. الحين يعني هذه فعليا انفتح العالم معي، مثل ما انتم شايفين في هني مخلوقات صغيرة، ما ادري سالفتهم. اضربهم ولا لا؟ ما ينفع. اوه، ضربت واحد مسكين. اوكي، طيب، حاليا طبعا مثل ما ذكروا انه تم فتح العالم، هذا كان كله مجرد عبور وتدريب، يعني خلصت الجزيرة اللي هناك. الحين راح ننطلق هني، وهذيك المهمة الأولى. اللي هي على اليسار. لحظة، ناخذ فلوس. طيب، عندنا هناك شيء كأنه دنجن يعني تشوفونه، هذا المبنى. وعندنا هناك ما ادري شنو البلورات. اوه، هذا روبوت، هذا يعتبر عدو. بس دقيقة، ناخذ الفلوس، بعدين نقفز عليه. ايوه، كومبو. اوه، بس بس بس، أول ما يصير أحمر خلاص، فلوسي راحت. والرينجز، لحظة نلمهم كلهم. اوكي، فهمت نظامه، هذا لازم تضربه بكومبو سريع ولا يوقف عشان تطيح كل الكور اللي عليه، لانه يعبي يسوي ريتشارج مره ثانيه
ويرجع الكور. فنحاول بس نقفز بس ما نكثر اخر. ايوه مره ثانيه الحين اول ما اعطينا فرصه ثانيه بس روح. الحين نحتاج بعد فرصه بس خلاص كافي كافي. ريح شوي يلا لانه يجدد الكور. اوكي بقيت واحده حلو خلاص بس خلاص فجرناك. تعال هذه الريد سيد. طيب خذناها. الحين راح نروح للاتجاه الثاني. عندنا هذا الدانجن نشوف بس شنو فيه. آه شكله مرحلة لحظية. لا نحتاج ريكوايرمنت اللي هو الترس هذا واحد. عندنا صخور. خلونا نشوف الاتجاه هذا. هذا نوع ثاني من الأعداء. أوه هذا عنده شيلد. لحظة شلون أضربك؟ لا هذا من فوق ما ينفع من فوق. طيب شلون أضربك؟ ماكو فايدة. خلوه اللي بعدين نستكشف. وهذا واحد بعد. هذا شكله لغم ينفجر. لا طق مربع. اه صديقتي ايمي. هلو is someone there help me hang on maybe messing with the ruins will fix things. طيب علشان ننقذ صديقتنا نحتاج القلوب نيدد. كم واحد والله ما ادري. طيب اه اعطيت القلوب. اوكي خلاص في واحد يراقب. حلو يعني كانت القلوب معي بعد المشهد السينمائي. ضغط خلاص. صديقنا ثعلب اكيد موجود. شفتوا يرمي الشيلد بعدين انا احاول اهاجم بس خلاص ضربه واحده كافي. يعني حلو ان كل عدو له اسلوب قتال مختلف. اوكي اخر ضربه وعندي رينج واحد بس. بس اوكي هذا ضيع دربه. طاح. حلو هذه سيد بعد. طيب حاليا سمعنا ان تيلز موجود في الجوار اللي هو الثعلب فنحاول ننقذه. بس خلونا نشوف هالموقع هذا. اوه الصوره شنو هذا؟ بوس فايت يا جماعه واللي كبره. زين ما بيقاتلك الحين مو فاضي. يقول اقفز على يدي. اوكي لحظة لا فهمت غلط. هذه مو لحظة نجرب. اتوقع انه على اليد. اوكي ايوه حلو. وبعدين لا مرة ثانية نحاول. لا مثلث لحظة اوكي حلو. ثلاث ضربات اربع. تدمرت يده الاولى. الحين الثانية. اوتش طحت. اصعد كفو سانك. حلو نروح اليد الثانية. دقيقة بس لا نطيح هالمرة نحاول نصعد فوق. اوكي سوبر 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 كمل. حلو فجرنا الثانية. اوكي لا بعدني للاسف. اوكي بدت تظلم الدنيا وانا الحين على اخر يد. محاولة بعد. شوف 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 الصعود العشوائي. ايوه خوش صعدة. اوكي حاول مرة ثانية. ايوه بس خلصناك. لا فلوسي راحت. اعطيني فلس واحد بس كافي. ايوه بس لا حلو اخر لحظة وما عندي ولا رينج. لو حاشني خلاص. اوكي فزنا على الزعيم فجرنا. بس شوفوا صار الجو بالليل. هذا الترس اللي احتجناه لمن قبل شوي احتجناه هذا. اوكي اتوقع هني للبرج. طلعنا مخلوقات. طيب الحين خلوني منكم ابي هذا رينجز لحد يلمسني الحين اموت. دقيقة هني قصدهم يعني وقت المغامرة هذه. اوكي نجرب. حلو بعدين روح. يا سلام. اوكي لا نهاية طحت. للأسف. الله يا جواء. شوف النهر. لو شوي بس زوم على سونيك يكون افضل لانه بعيد احس انعكاسها. طيب حاليا عندنا هذا الشيء الغريب.
هذا يحتاج 3 مفاتيح ما عندي حاليا. طيب هذا نقدر نفتح الحين، عندنا ترس 2 هذا يحتاج 1 فنفتحها الحين ونشوف. اوكي عندنا هذا البرج فتحناه الحين بس نشوف شنو صار. دخلت في مرحله شكلي، اتوقع الحين دخلنا في مرحله كلاسيك سونيك يعني مش القديم حيل، لا هذه ايوه هذه. طبعا واحده من الاشياء اللي ممكن تحصل معاك انك تدخل في مراحل سونيك بهالشكل المعتاد، يعني كسره روتين اثناء اللي هو المغامره. لا طافتني اوكي مشكله. لحظة بس فوق 2 3 هذه سونيك اللي نعرفها في بعض الأجزاء بهالشكل، فأحيانا تحصل معاك إنك تدخل أماكن بونس يعني بونس ليفل. حلو صراحة الأجواء، يا سلام. لا 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 أوكي اختار طريقك عرفت. خلصنا؟ لا بعد. نايس نايس اوكي بعدين سطعون كلاسيك. يلا روح اوكي دقيقة، اتمنى هالمراحل اقدر اعيدها في اي وقت بس اتوقع انه لازم نروح للمكان المخصص لها. فعلا كسرت روتين عن الاجواء اللي قبل شوي. الله المرحلة كاملة. طيب بس خلاص. فيها 999 الرينجز، انا حصلت 40 بس. اوكي بي حلو. تروفي حلو. ما قاعد اقرا بس خليه يولي. طيب ما علينا منه هذا، اهم شيء اعطاني تروفي. هذه سالفتها ايوه. حلو هني علامة استفهام. في هني وحش صغير خلونا نقاتله. خرب بيتك فاجأني. يلم الفلوس وينك؟ تعال بس ضربة واحدة؟ لا 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 عصب. اوكي الحلو في اللعبة انك يعني تحس في حرية تروح تسوي اللي تبي، يعني طنش اي شيء واروح لاي شيء ابي. هذا فمن الاشياء اللي ما كنت متوقعها، توقعت انها عالم مفتوح لكن تكون مجبور في اتجاه معين او شيء، ما كنت مستوعب انها فعليا فريدم يعني اقدر اروح وين ما ابي. بس المشكله وين؟ اللي يخليك تمشي على البروسيس اللي هم يبونه انك تحتاج اشياء علشان تفتح اشياء معينه، يعني مثل مفاتيح او غيره وكذا. حلو حلو احب المفاجات من هالنوع. وين؟ اوف. شوف شلون؟ فجأة من الغابة وصلنا وين؟ طيب هنا الميوزك. اوكي شوف لي وين اخرتها هذه. لا لا اوكي الله كمل ايوه هذه النهاية. شوف لما تاخذ الوردية معناته انت وصلت للنهاية. طيب هنا عندنا بازل او شيء، خلينا ندعس على هذه. اوكي نروح هني. لا فهمت اللي تمشي هذا. اوكي نبدا هني. 1 2 3 اتوقع دربي صح. لا 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 بتوهق الحين. نجرب هالطريقه. طيب صح حلو حليناها. لغز فتحنا سيد او بذرة هذي وخريطة بعد. طلعت لي الدنجن القادم. لحظة ناخذها بس. هذا حلو صراحة قتاله، يعني لازم سبام اتاك عشان اشيل كل الدوائر اللي عليه. نجرب بس نوخر عنه صح نسيت. اوكي نوخر عنك شوي نلف عليه. يلا هجوم. حلو 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 بعد 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 بس صار طماع يحمسك انك ودك تضرب ما توقف، بس هو اذا ما وقفت راح يصيدك. ايوه اخر واحده بس خلاص ما يقدر يبني الحين. حلو شلناك 24 كومبو. طيب طلع لي تو مهمه هني
هناك في البحر. تشوفون هذاك البرج؟ لازم اروح له. فنحاول انه من هالوردية هذه نشوف بس وين هذا. شنو نضرب؟ اوكي هذه طلعت، لازم توقيت. فنحاول انه نخلصها او نوصل بالوقت المناسب. ما اتوقع اني راح اوصل بس احاول. في طريقة يمين يسار؟ لا. اوكي هذه لا وصلنا سهلة. بس وباقي لي 30 ثانية بعد. حلو فتحنا الموقع ذاك، طلعت لنا هدايا. طيب هذه البيربل كوينز جديدة. لا 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 ارجع، ابي اشوف هذا الزعيم اللي مر. تشوفونه شكله هذا اللي وراه جسر اصعد عليه. يبي لنا نستكشفك ولا يا الانفتاح وين اروح؟ لحظة خلينا نشوف اللغز هذا. طيب ها شنو فتحنا فوق؟ اشياء مضيئة. طيب نروح لهم. توقيت بعد ما يفهم شو اسوي. ناخذ الكوينز راح يطلع مكان ثاني صح؟ لا تألف والله ما يفهم شو اسوي. المشكلة اني ما قريت، لازم تقرا في اللعبة مو على كيفك تمشي. بس نحاول نصعد على هذا. لا هو يرمينا بعد. دقيقة يا سلام فجأة ولا انت داخل في مكان. خلص الوقت. اوكي نطنش، بحاول اني اروح ولا شنو هذا؟ كومبو لازم اربعتكم. يلا حلو. سيدز وحركات. طبعا هذه تشوفون اللي باللون الاخضر تحت هي عبارة عن لحظة عبارة عن سكيل تري. بوريكم الحين شلون تطويرات تطور الشخصية. ولا يا سلام. لا اوكي خلاص بروح الطريق اللي كان في بالي فوق. حاول اصعد فوق الجبال. وهني شنو بعد؟ لغز. اجين عيدها يلا. واحد ايوه بس حليناها. لاحظت في تنوع جميل صراحة في الافكار. بس نروح في الوسط هني نشوف. ناخذ فلوس على الطاير بس ما نبينا هذه. ايوه هني نحاول نقفز الى هالموقع. اوكي ناخذ العملة النادرة ونشوف في الوسط. هني المفروض يكون في بلور بس ما اتوقع ان لا والله هذا التاور. نقدر نهاجم؟ لحظة لحظة اضرب. حلو يا سلام نزلناك تحت. كمل عليه انفن. بس هذا الشيلد اللي فوق راح يضربني. هنوخر عنك مرة ثانية في مجال. ما قاعد ينقص طاقته. اوتش لحظة صواريخ. نزل. لا فوق الحين. لا فلوسي. خمهم كلهم. الحين نقفز فوق دبل جمب اضرب. لازم بالهد. اوكي بس خلاص صرت طماع. اوكي حلو هجرناك ايزي صراحة. اوكي وهذا الترس الثاني. التروس نحتاجها في فتح الاماكن. اعطانا هني جنب اختصار. ظهرنا نطلع من هالمكان بسهولة. طيب ناخذ هذه الحين ونقفز نجرب هي وين نروح. يا سلام صعدني فوق واخيرا. كنت اشوف المنظر واحس صعب. حلو هني وبعدين لا نبي نروح فوق بعدين يردنا هناك. دي في شيء غلط صار. شوف ايوه كمل. حلو لا ارجع. اوكي بعدين بدل هني. هذه نصعد عليها. حلو تمام. الصراحه شباب للحين اللعبه عجبتني، يعني ما توقعتها اني بندمج فيها. افكار وانفتاح وحركات. اوكي بس ما ادري عن اكيد احداث القصه بيض. بس نحاول ان نستمتع في الجيم بلاي على الاقل. اهم شيء انكم تاخذون فكره، يعني شفتوا الحين اللعبه معاي ما ادري اعطوني رايكم لها اللحظة. ايش فيك اصعد؟ اوكي شو هالمكان. دقيقه لحظه
اللي يعني عجبني ان اللعبه فيها نون ستوب، يعني طول ما انا ماشي قتال، طول ما انا ماشي لغز زعيم ما توقف تجمع اشياء. فهذا الشيء اللي ما توقعته، توقعت انه يكون عالم فاضي وما تدري وين تروح وفراغ وهدوء وكذا. لا، طلع الموضوع انه في حركه، في اكشن، في الغاز، في مثل ما انت شايفين البلاتفورم عجيب، الزعماء ما ادري، حسيت انها افضل بكثير من ما توقعت. نايس، جود جوب سونيك، يعني اعطونا شيء مختلف صراحه. اوكي حلو. اوه شكله هني القصه. اوه لا 18 مفتاح. انا ما عندي الا اثنين، شلون نفتح هذه؟ دقيقه نلم الفلوس ونشوف الصناديق هذه تكسر ولا لا. لا شكل بس، هذه قاعده. الله حلو. لا 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 يا ساتر، ما ابي انزل. اوه فلوس، شنو هذا؟ هذا بونس يعني قبل لا توصل الارض لما الفلوس ولا شنو؟ لحظه هذا هو هذا الزعيم اللي قبل شوي نلحق عليك ولا؟ ايوه لاحظت عنصر نون ستوب. ايوه وصلنا لك، تعال 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 بوست قاعد ينحاش تشوفون. ايوه يا سلام. لا لا حبيت صراحه، حبيت الافكار بس بعيد. شلون الحق عليك؟ خلص البوست عندي، خلص مو قادر. يلا الاحمر بس خلص. اوكي مره ثانيه ادعس. والله شكله انت تشوف ما لا 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 ما شفت، ما شفت. فلوسي راحت، فلوسي راحت، لمسه واحده اروح فيها. طيب اوكي اطلق علينا الوسط. ايش بعيد؟ احاول اقرب منك. وقف اوكي، طيرنا ربع الطاقة. اوكي قاعد اشوفكم الطلقات، شايفكم. يلا كمل. ما اشوف، ما اشوف. لا فلوسي راحت، زيرو. ظلم صراحة. اوكي الحين راحت الفلوس، وبعدين ضربة واحدة اموت. غلط. شوف قربنا، لكن المشكلة ما عندي رينجز. عندي ابورتي ما استخدمته. سحبت عليه. سحبت عليه يا جماعة. اوكي طيب، لاحظت ان دائرة الليل والنهار تلقائية، دايناميك يعني تتغير. شوف هني اللغز بعد. الأعمدة هذه شدت انتباهي قبل شوي، لازم نوصل لهالمنطقة. لحظة 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 لحظة. طيب ما لها علاقة الأعمدة، بس هذا الدرب يقول لك 30 ثانية. ادعس يلا يا سونيك. وصلنا، أحس سهلة. ما أدري هذه إيزي مود يعني بعدين تصير أصعب، ما أدري والله. طلع لي عندها شارع جديد، ما استفدت شيء. لحظة فلوسي، دقيقة شفطني هذا. أوه طحت تحت، يا ساتر. أكسجين ما عندي، شنو هذا؟ غصت في الماي. أوكي طيب نطلع من هالموقع. يا اخي صرت متشوق اني اقاتل هالسكويد هذا، بس مالي خلقه صراحه، يبي له شغل. يمكن بعدين اطور الخاصيه. اضرب؟ لا ما يصير، ما يصير اضربك الحين. يلا تعال واجهني، واجهني لا تنحاش. ماكو فايده. يا اخي لاحظت الشيء الحلو اللي قبل شوي قلت لكم، ان فيها اشياء كثيره تسويها اللعبه، تقريبا ما توقف، يعني مليون شيء تقدر تسويه، تروح يمين يسار كذا. بس للامانه حسيت ان الوضع فوضى، فوضى، ما تدري وين تروح، يعني ايش تسوي هذا قبل هذا، فوضى شوي. حريه بس من نوع الفوضى. اوه مشهد سينمائي. واخيرا طبعا حصلنا على مفتاحين من المهمه البونص اللي قبل شوي، وهذا وإيجمان في عالم مختلف. تشوفون الشوارع، اللوحات. I appear to be in a digital dimension. I've employed similar constructs in my own systems, but this is markedly more advanced. Note to self, don't admit that to anyone. The amount of data stored here defies quantification. It won't stop me from trying.
اوكي شباب، اهم شيء ان شفنا اجمان وحصلنا على مفاتيح من هذه المهمه البسيطه، والاجواء صارت افضل. تشوفون طبعا تجمع اصدقائنا المخلوقات الغريبه هني، او ولا بس واحد هذا تشوفونه، نعطيه زوم بس وراح. طيب نكمل حاليا في اتجاه اخير وراح نختم المقطع ان شاء الله، بس اهم شيء اخذنا فكره عن الجيم بلاي، وانا اتوقع يعني لهذه اللحظه اكيد البعض منكم فهم اسلوب اللعبه هل هي تناسبه او لا، فهذا الهدف من المقطع اني اوريكم اللعبه وتشوفون يعني فكرتها اذا تعجبكم او لا، وان شاء الله راح يمكن مو اكيد انزل لها انطباعات او مراجعه لاحقا، بس احاول اكمل فيها زياده ونشوف يعني ناخذ فكره اكبر عن التجربه. لحظه، ايوه حلو 20. اوكي انا ودي اجمع ل 400، تشوفون فوق هنا عندنا 80، ودي اجمع ل 400 رينج ونشوف شو يصير. يعني بشوف قبل ايام سونيك سابقا تعطيك لايف او ارواح، هذا اكثر واحد احب اقاتله لانه يعني ساتيسفاينج مثل ما يقولون. لا 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 لا، اوكي عبه مره ثانيه ماك فايده. لا خلاص ما في هاجمك. شوفون لما تطيح منك الرينجز تروح عليك، يعني كنت 80 الحين صرت 20 حتى لو لميتهم كلهم. عندنا هذا اللغز مسلي، نجرب مره ثانيه هني. اوكي نحاول ان نضبطها يسار، هي راح يفتح لك مجموعة اخرى. بس خلاص سهلة هذه مو كاملة يعني. اوكي كمية محتوى حلوة، بس ما اتوقع ان هذا فقط العالم الموجود في سونيك، اتوقع في عوالم ثانية او بيئات مختلفة لان شفت في العروض. وبعدين نقفز. حلو. اوكي. اوه تشوفون يحمسني اني اصعد البرج هذاك اللي هناك تشوفونه؟ ولو انه بيكون صعب. طيب ايش رايكم نختم المقطع مع انطلاقه للبرج اللي هو شافه سونيك هذاك؟ بحاول اني اصعد ونشوف اذا كان في امكانيه ان نصعد او لا. سواء صعدنا او ما صعدنا بيكون هناك ختام مقطعنا اليوم مع سونيك فرونتير. فاعطوني رايكم مبدئيا في اللعبه مثل ما ذكرت، ونشوف هناك شنو يصير معنا. هنا راح يكون عندنا 4 مفاتيح، انا ما عندي الا 2 فكنسل الفكره. ناخذ هالفلوس بس على السريع ونصعد فوق. والله صارت اجواء حلوه تشوفون يا اخي، الشمس حلوه لما تطلع تعطي جماليه للمنظر، بس لما يصير ليل تصير كئيبه شوي اللعبه. بس نروح للبرج، هذا البرج اللي نخطط عليه. لا لا لا، شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ شوف صعدني البرج لحاله صح؟ ولا ماله شغل. اوكي نجرب نجرب. طيب يا سلام حليناها. شوف الصدفة اللي غير متوقعة. ها صار شيء هنا، صار شيء في البرج. اوكي فتحنا البرج. طيب ولا يبي نصعد هناك 60 ثانية، معناته الطريق سهل. نجرب. اوكي شكله سهلات. لحظة لحظة، لا 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 مو سهلات. لا شنو هذا؟ حاول 40 ثانية يمدي، ما ادري نجرب. يلا روح اركض. اوكي وبعدين طبعا في خيارات في الصعود، بس خلونا نشوف نركز شوي. نبي نصعد على هذا اسرع، السلايدر اسرع من انك تجمع فلوس. فحط لك خيارين، تبي تجمع فلوس بس بتكون وضعك ابطا. 16 ثانية اوه وصلنا والله. 14 ثانية حلو، بس نايس. اوه طلع لنا زعيم جديد، ما راح نقاتلك حاليا طبعا. اوكي ناخذ هالسيد هذه. حلو، ايماجن ذا فيو قبل شوي قال، فالحين خلونا نتخيل المنظر. شوف شوف المنظر، يا سلام ارتفاع. اتوقع هذه اعلى قمه في اللعبه ولا اقدر اروح فوق بعد؟ ما ادري نجرب. هي لا ما اتوقع يصير. طيب نجرب الحين السلايدر هذه. اوه يا سلام، روح الجهه الثانيه فلوس 200. طمعت ودي اجمع الحين 400 وشوف شو يصير.
اوكي خلصنا التحدي الحين 200 ودي اختم المقطع يا شباب ودي اجمع 200 بعد نشوف تدرون شلون خلونا نختم المقطع لانه صراحه ما ادري وين نحصل 200 زياده فمثل ما ذكرت ان شكرا لكم على المتابعه اهم شيء ان جربنا سونيك الجديده واعطيتكم يعني انطباع او مو انطباع شرح مبدئي او فكره اللعبه مثل ما انتم شايفين وان شاء الله مستقبلا ممكن نتكلم عنها في مقطع اخر خلوني بس استكشف اللعبه اكثر ونفهم شنو ممكن تقدم محتوى اكثر من اللي شفناه حاليا ولو نفتح باقي الشخصيات او نشوف باقي الشخصيات الموجوده في عالم اللعبه شكرا لكم يا شباب على المتابعه ترقبوا ان شاء الله تجارب العاب اخرى في قناه جيمر سناك لحظه ما ابي اختم وبختم اوكي فيعطيكم العافيه يا شباب شكرا لكم على المتابعه اتمنى انكم استفدتوا اتمنى اعطيتكم يعني رؤيه كافيه عن او مبدئيه عن سونيك واعطوني رايكم بشكل عام في اللعبه لا تنسون اللايك والنشر وشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع ثانيه كان معكم خالد من جيمر سناك مع السلامه